كما سمعنا من خطاب رئيس بايدن في الجامعة العامة هنا في نيويورك، من الأولويات لديها الولايات المتحدة هذه السنة في الجامعة العامة في الأمم المتحدة، الأولوية الأولى هي الجهود المستمرة لإنهاء كل الحروب والنزاعات في العالم عفوا، خاصة هذه الحروب والصراعات لدينا في الشرق الأوسط. وبالرغم من كل الملفات المهمة والشائكة هنا في نيويورك، هناك اهتمام كبير على صعيد واسع من كل قضاء على الوضع في لبنان، على هذا التصعيد، الولايات المتحدة ضد التصعيد، ونحن نبحث عن الإمكانية لنرى هل دبلوماسي هل تفاوضي، نحن نأخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنينا ومصالح الأمريكية في المنطقة. ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة لم تكن لديها وليس لديها أي يد في هذه الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، ولذلك نحن سنستمر في ممارسة الضغط اللازم على الأقل على المسؤولين الإسرائيليين لخفض التصعيد، وأيضا على المسؤولين اللبنانيين. ولكن معروف أن الحكومة اللبنانية والمسؤولين الحكوميين اللبنانيين والشعب اللبناني كلهم هم ليس مسؤولين عن ماذا تفعل هذه المجموعة الإرهابية حزب الله. إذا من اللازم أن نحن نستمر في الضغط على أي طرف من الأطراف في المنطقة التي لديها النفوذ أو تواصل مع حزب الله لإرسال نفس الرسالة. المرشد الأعلى الإيراني اتهم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بأنها هي التي تساند إسرائيل، رغم أنها تقول بأن لا علاقة لها بما يجري، لكنها داعمة لكل شيء في الخفاء وأن الأمور ستستمر. وقال بأن حزب الله منتصر بعد الصاروخ البالستي الذي انفجر فوق تل أبيب. ألا ترى بأن الانتشار الأمريكي والأصول الأمريكية الهائلة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط لم تغير من سلوك إيران أو خطابها أو حتى ما تقوم به الفصائل في المنطقة أو حتى حزب الله اللبناني؟ إذن سؤال جيد، ولكن تعلمنا وعلمنا منذ سنوات أن بدلا من نتحكم من النظام الإيراني بالنسبة ماذا يقول، لازم نرى إذا ولازم ننظر إلى الأفعال أهم من الأقوال بالنسبة للنظام الإيراني. إذن بالرغم من الخطابات أو التصريحات نحن نسمعها من النظام الإيراني، من المرشد العالي، من المسلمين الإيرانيين الآخرين، لازم نتحكم بالنسبة ماذا نرى على الأرض الواقع، ولازم نأخذ في العين الاعتبار من يقوم بتمويل والتصليع والدعم حماس وحزب الله وجمعية هوثي والميليشيات مقيمة في العراق ممولة من إيران ومدعومة من إيران. إذن إيران وراء كل هذه الميليشيات والجمعيات الإرهابية التي تقوم بالتصعيد في المنطقة الآن. بالعكس، الولايات المتحدة تأخذ كل الإجراءات بتنسيق مع شركائنا في المنطقة لخفض التصعيد.